ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفيديو إهداء لشخص يعمل بحث، أو يعني خلينا نسميه بحث، إحنا يتعلق بالتدريب الشبحي، وهو يبحث عن مصادر. أستاذ جامعي ممتاز يبحث عن مصادر لهذا الموضوع. هذا تدريب شبحي، أنا راح أخلي التدريب شبحي، مو أكثر من تدريب شبحي، بسيط و واضح كالتالي. احنا خلينا من الثبات، الان خليه من الحركه. قلنا سالنا سؤال، ما هو التمرين هذا؟ هذا شيء في التمرين. هذا التمرين طبعا كل الاساتذه والمدربين اللي اجابوا على السؤال اجابوا اجابه تامه. ليش؟ لان لا يوجد في كره القدم جواب واحد على سؤال معين، لا يوجد. فهذا بعده أهداف، لكن الهدف الرئيسي هو لعب الكرة العرضية أو العكسية المبكرة خلف الخط الدفاعي للمنافس. عندما تكون هناك مسافة أو مساحة بين حارس المرمى والمدافعين مالته اللي يقفون هناك على سبيل المثال، ويحدث فرصة للعب الكرة بهذا الفراغ، تكون فرصة عظيمة ومن ضمن الحقائق التي سجلت في أوروبا على أنها واحدة من أساليب تسجيل الأهداف الكثيرة. هذا neglected، هذا يعني تقريبا مجهول أو مهمل في التدريب عند البعض، طبعا ما عند الجميع، ربما ناس يدربوا، بس أنا شفت كثير تدريب مهمل هذا الجانب، رغم أنه المباراة تكشف عن الحاجة لمثل هذا. انتبهوا علي، إذا عملت الكروس من هنا، هذا يسموه كروس متأخر. إذا عملت الكروس من هنا يسموه كروس مبكر. والكروس المبكر يعني مو من هنا، من الخط هنا، ماكو كروس من الخط هنا. يعني أنا لو أجيب هذا الخط أضعه هنا، وأجيب خط آخر أضعه هنا، هاي المنطقة اللي يتم منها الكروس هذه يسموه كروس متأخر، لأن آخر شيء تنفذ به هذه المنطقة. نفس المنطقة، نفس هاي المسافة، ارجع لي وراء، نفس هاي المسافة اللي بين هذا وبين هذا يسموه كروس مبكر، ايرلي كروس. فأنا اليوم أدرب، أريد أدرب ما يعرف بالايرلي كروس، بطريقة أو الإيرلي أو الكرة العرضية خلف المدافع، كرة تلعب بالفراغ خلف المدافعين، سميها ما شئت. لكن لاحظ، أنا أريد أدرب هذا الموضوع. فسوينا تمرين بسيط، وثلاثة يتبادلون الكرة، تبادل مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة، يهيئ الكرة رقم ثلاثة إلى واحد. شوف هنا أنا راح أشرح أنا، يجي اللاعب أربعة يصوب مباشر على ويستمر العملية. هنا أنا شوف، بس شوف هاي النقطة، لأن هنا أكو مدافع، واحتمال أنه هذا المدافع يعني يهاجم الكرة لأن المسافة تكون قصيرة، احتمال يعني يكون أسرع لها من هذا. فالكرة يعني يفضل أن لا تلعب هنا أنا بهذا المكان، لأن احتمالات تغطيتها من قبل هذا المدافع تكون كبيرة. بينما إذا كان المدافع خلف هذا اللاعب ولعبت الكرة بالضبط بهالاتجاه، راح المهاجم هذا يحجز المدافع هذا ويبقيه في مكانه. فهذا يحتاج إلى تكنيك عالي جدا، يسموه لعب الكرة القوسية الأرضية السريعة والقوية من حول اللاعب رقم ثلاثة، من حول اللاعب رقم ثلاثة. ممتاز، لاحظ ثلاثة يهيئ، ما يهيئ على الوسع، يهيئها قريبة إلى اللاعب، فيكون اللاعب هذا حاجز مدافع. أوكي، نتسلسل بالتمرين هذا كله، ما في منافس مثلا، ما في كذا، فنبدي بداية جيدة بهذا التمرين، ومع البداية الجيدة يكون عندنا يكون عندنا تمرين شبحي بسيط واضح، هو يسمى مهاجمة الكرة اللي تلعب خلف
الخط الدفاعي، هذا الخط الدفاعي. ثم نتسلسل، احنا بدينا نتسلسل، ثم وضعنا علامات او شواخص او اعلام او اي شيء اخر، منك نجيب حط اي شيء اخر، هو عبارة عن لاعبين شواخص ليسوا لاعبين حقيقيين. ونبدي نطبق نبدي نطبق نبدي نطبق نبدي نكرر نبدي نكرر. شوف نبدي نكرر اللعب الكرة لهذا الفراغ لهذه المنطقة خطر جدا جدا جدا. الحقيقة مع الأسف لم أرى فعله عند المدربين، أنا راقب تدريبي ما أرى فعله مع الأسف. فتمرين يستمر والشواخص بعدين أنت بدل الشواخص بدل الأعلام بدل كذا، حط لاعبين يعني حط لك لاعبين خلينا نسميهم احنا لاعبين منافسين ما يضغطون، بس انقل صورة واقعية من اللعبة. فهم ما يضغطون هنا على اللاعبين أبد، ما عندهم ضغط، كل ما عندهم انه دي يلعبون ذولا انه يلعبون الكرة نرجع بالكرة. لاحظ رفعنا الشواخص بدلناهم بلاعبين ونفذنا نفس التمرين، نفذ نفس التمرين، فيكون هناك تكرار لتمرين بحالة مشابهة الوضعية. من تدخل الشواخص ويبقى التدريب شبحي، من تدخل المنافسين دون أن يضغطون على اللاعبين بشكل كامل يبقى تدريب شبحي، لكن من تصبح الوضعية قريبة للعب ويكون المدافعين هنا، حتى لو خليت أربع مدافعين، حتى لو وضعت مثلا لاعب واحد بعد الآخر كمدافعين، تحول التدريب الشبحي إلى تدريب وظيفي. انتبه بين فرق بين تدريب شبحي وتدريب وظيفي. انتقل العمل من التكنيك إلى المهارة، إلى المهارة. إذا بالتكتيك عندك مهارة، تدريب بدون منافس وكذا عندك تكنيك، تركيز على الريبيتيشن وتركيز على الكواليتي. فعندما تدرب شبحي، أنا تعلمت هذا من مدرب اسمه يعني بوبي روبسون، تعلمته علمني، يقول عندما تدرب التدريب الشبحي دائما think about two very critical points: the technique and the repetition. Technique and the repetition and all the movement others بالنص حاضر have to be in a high quality quality quality. فكان يقف ويصيح quality 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 ولا يتدخل ولا يقف هنا ويصيح quality quality quality. مدرب ممتاز طبعا، يقف هذا المكان بالضبط ويركز على الكواليتي الكواليتي الكواليتي. فإذا رجعنا مرة لوخ للأخ السائل، هو هذا التدريب الشبحي، هو هذا الانتقال من التدريب الشبحي إلى التدريب الوظيفي، هو هاي رغبتي بأن يتعلم المدرب العربي التدريب في الدورات التدريبية، مو يتعلم تمارين، أو مو الغاية أن تعطيه تمارين، عندنا كتاب ونعطيه إياه ويروح يقرأ بالبيت. لا، هنا تقنية لرفع مستوى الكوتشنج. أنا الآن يعني أدرب لاعبين أوكي، أركز على الكوتشنج بوينت، لكن أهم شيء من أدرب مدربين يعني أخرج مدربين، لازم أركز على ما يعرف الكوتشنج بيهيفير أو الكوتشنج بروسيس. أنا الآن أدرب فريق، شوف هذا الفراغ، شوفوا هذا الفراغ في ثقافة كرة القدم العربية لم يستغل استغلال كامل. هذا الكروس أو العرضي اللي يلعب خلف الخط الدفاعي لم يستغل استغلال كامل إلا في النزر اليسير. ففي كثير من الأشياء يمكن أن نسويها، لكن أنا يعني حبيت أساعد الأستاذ اللي جامعة القادسية أعتقد وده يعمل بحث الطلابة، وهذا أستاذ نجيب يعني أنه يعلم طلابه شيء جيد ونوعي، معنى هذا متمكن. ومن يقول أبحث عن مصادر معنى هذا إنسان صادق ما يسرق جهود الآخرين. فأنا أضع للأخ المدرب اللي سألني، يعني أنا الليل اليوم راحتي بس أخذت وقت من أجل أن
أن ندعم المدربين والأكاديميين اللي عندهم إني يعني الرغبة للتطوير، اللي عندهم الرغبة لرفع مستوى التدريب أو التدريس في كليات التربية الرياضية. هذا تدريب شبحي، وإذا أريد نحط له عنوان نحط له تكنيكال تاكتيكال، ودائما تركيز على التكنيك. شوف تكنيك مونتاج كي يتبادلوا. بس النقطة المهمة، إذا تركنا التمرين على هذه الحالة، أريد أسأل سؤال، شنو النقص راح يكون في التمرين إذا تركنا على هالوضعية خلصنا ورحنا لغير فعالية؟ ما هو النقص القاتل في الكوتشنج بروسيس؟ ما هو النقص القاتل في الكوتشنج بروسيس؟ ما هو النقص القاتل في الكوتشنج بروسيس؟ لذلك أنا أقول الدورات التدريبية هي تخرج مدربين ما تخرج لاعبين، لأن هم أصلاً لاعبين ممتازين، يجون لاعبين منتخبات راقين. فالمحاضر يجب أن يرتقي بفكرة، مو يدرب لاعبين عند فريق كرة قدم كما أشاهد، لا، عند لاعبين يريدون يصيرون مدربين، فيعلمهم الكوتشنج بروسيس. دائما أركز، ليس المهم هذا التمرين، لكن المهم كيف تدرب هذا التمرين. يعني من وقت الراحة يوم خميس ونحتاج للراحة شوية، نتابع أخبار الناس والمدربين، وإن شاء الله يكون المدرب أو الأستاذ قد عرف معنى التدريب الشبحي بهذه الصورة، وإن شاء الله إذا حصلنا مصادر نحولها إلى أنا دكتور موفق المولى على لكل المدربين العرب. هذه ثقافة كروية مجانية لتطوير المدربين العرب، كل المدربين العرب بلا استثناء، كلنا المدربين العرب إحنا ما عندنا حدود ولا عندنا مساحات فارغة بالتحديد، والحمد لله والشكر. شكرا جزيلا. جمعة مباركة، غدا جمعة، اليوم ليلة مباركة على الأمة الإسلامية، الأمة العربية، وعلى العالم كله. مع السلامة.